أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول أن لديه أمانة منذ 9 سنوات وهي عبارة عن أثاث، والآن فتحت هذه الأمانة لأني أريد أن أذهب بها إلى سفارة بلدي ووجدت بها صور لهذه المرأة، هل أضع الصور مع الأثاث أم أبقيها أمانة عندي أو أقطع الصور؟ نعم، يقول أن لديه أمانة منذ 9 سنوات وهي عبارة عن أثاث. الصور هذه إذا كانت إثباتات، إذا كانت هذه الصور لأجل الإثباتات تبقى، وإما إن كانت من أجل الذكريات أو لا حاجة إليها فمزقها. نعم.